اهلا وسهلا. قال لك سيدي غير جي وقول انا غيواني. ما شاء الله. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا مرة اخرى مع عمال عبد الله. عمال عبد الله من السويد، لونور ديال السويد، ولا شك تبعتوا معنا هذه السلسلة المتواضعة اللي حاولت نعمل على كل فرد من المجموعة ديال الناس الغيوان منذ بداية السبعينات، اللي طلقت عليه هذاك العنوان ديال كلام الغيوان والموال. على كل حال، كيف قال عمر السيد الله يجازيه بخير، وإلا كان مريض الله يشافيه، نبدأ الكلام وما نقول أنا مولاه. عربي باطمة الله يرحمه قال قلت كلامي وغادي في حالي. علالي على يا الغادي فرحان ويا المعري قومان، المرحوم بوجميع ما يهموني غير جاري لضاو. عبد الرحمن باكو الله يرحمه شكول في الدنيا على الحق يدافع، ياكل كثير ما فيه منفع. كلمات غتبقى راسخة في العروق وفي الجذور، وغتبقى واشمة وموشومة في الذاكرة ديال الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وديال جميع المواطنين داخل المغرب. الحياة كفاح، ولكن الكفاح راه فيه وفيه. يا ريت نفهموا بأن الحلابة ديال الملاكمة هي صراع، كي ديما فيها جوج ديال الناس، فيها واحد باغي يكون بطل والآخر تا هو باغي يكون بطل، وما يمكنش يكونوا جوج الأبطال، ديما واحد كينهزم. ممكن تشوفوا هذه الكلمات اللي كنقول لكم ديال الحلبة، الملاكمة بحال الحياة، صراع مستمر منذ قرون ماشي دابا، والدنيا هي هذه. على كل حال، كنتفضل بالشكر لكل أعضاء ديال مجموعات ناس الغيوان، ابتداء من العائلة ديال بوجميع، والعائلة ديال السي علاي علا، والعربي باطبا، وعبد الرحمن باكو، وعمر السيد. قلت كلامي وغادي في حالي، لا إله إلا الله، ختامها مسك. بغيت نختمها بهاد الأغنية اللي كان كتبها المرحوم العربي باطمة قبل ما يودعنا كاملين. احنا معاك، الله مع الجميع، وشكرا. والمسيرة الغيوانية راه مسيرة طويلة بزاف، ومازال ان شاء الله راه كاين ما يتعمل في هذا المجال. على كل حال، هذا نداء. Yeah.
اهلا وسهلا. قال لك سيدي غير جي وقول انا غيواني. ما شاء الله. وقبل ما نودعكم، هذا نداء، نداء لديك الوزاره اللي كتسمي راسها وزاره الثقافه. الى لاحظنا داز واحد العدد كثير من الفرق الموسيقيه عبر العالم مشابهه لمجموعه ناس الديوان، بحال بيتلز، بحال رولينغ ستونز، بحال كوين، بحال واحد العدد كثير من الفنانين. وهاد الناس حيت قدموا اشياء كثيره للبلاد ديالهم ثقافيا، من بعد الموت ديالهم اش دارت الدول ديالهم؟ عملت متحف، متحف ميوزيوم، تكريم ليهم وتكريم لكل ما قدموا للثقافات ديال الدول ديالهم. فاحنا كنتمناو، وانا شخصيا كنتمنى كمواطن مغربي من ابناء درمولة شريف الحي المحمدي، كنت مقيم بهولندا منذ 30 سنة وكثر، دابا تقريبا هذه سنين وانا هنايا في النور ديال السويد، ولكن ديما البلاد هي البلاد، معطشين لثقافتنا والأصالة ديالنا والبلاد ديالنا اللي كنحبوها جميع. علاش ما يتعملش متحف ثقافي نذكروا به مجموعة ناس الغيوان منذ التاريخ؟ وانتم كتعرفوا بأن عشاق ناس الغيوان موجودين عبر العالم. أوروبيين استغلوا الإيقاعات ديال مجموعات ناس الغيوان وترسخت في بعض الأفلام السينمائية، وانتم كتعرفوا هذا الشيء. ايوا، وزراء الثقافة منذ السبعينات حتى اليوم هذا، شنو كتعملوا نتوما؟ خليونا نبقاو مع بلادنا، حبنا لوطننا وبلادنا والمملكة المغربية راه في القلب وفي الدم. غير الثقافة خصها ناس اللي دعموها، دعموا الفنان المغربي، وبالأخص بحال هاد النوع ديال الناس اللي ذكرت من قبل. على كل حال ما نطولش الهضره بزاف لان غادي نمرض. شكرا، الله يعاونكم، مع السلامه.